كشف الفنان أحمد عبد الله محمود تفاصيل مشاركته في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل بابلو واللي بيقدم بطولته الفنان حسن الرداد. وقال أحمد عبد الله محمود إن تجربة مسلسل بابلو تشبه الشارع المصري، والجمهور بيحب قماشة الحارة وتقديمها في الأعمال الفنية سواء الدرامية أو السينمائية. وأكد الفنان إنه تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مسلسل بابلو، وإنه الدور جديد عليه ومختلف تماماً.